اوكي راح نشوف انه سعرها الحالي 342 تقريبا 343 دولار، ومرتفعة بنسبة 5.74% من سعرها اللي قبل هذا السعر. اوكي لو ننزل على المخطط الخاص بالعملة حنشاهد انه العملة بدت من سعر 550 دولار، بعدها وصلت العملة السعر 677 اوكي لحظة 727 دولار. فانت تخيل هذا الشيء انه بدت نزلت لغاية 278 دولار. فانت تخيل لو مشتريها بهذا اليوم وبعد تقريبا 3 ايام او 4 ايام ارتفعت العملة بشكل فظيع. بعدها العملة بدت تنزل وللآن يعني هذا سعرها اللي تشوفوه امامكم. فشرائك لهاي العملة راح يكون خطر جدا، وراح يكون كمقامرة انت تقامر بهذا الشيء انه لعبة حظ، اما راح يرتفع او اما راح ينخفض. اوكي بالاضافة لانه العملة يعني جديدة، مثل ما نقول انه العملات الجديدة ما تكون مشفر ومركز عليها كثيرا، لكن بما انه منقسمة من البيتكوين اكيد مشفرة ومؤمنة، لكن ليس كعملة البيتكوين. فحذاري من عملة البيتكوين كاش، حذاري مو انه العملة تخترق او فتشي من هذا القبيل، لكن حذاري انه العملة انت ما تعرف باي لحظة قد تهبط. العملة بحالة هيجان مثل ما تشوفون، بدأت صاعدة، نزلت صعدت ضربت رقم قياسي، بعدها نزلت برقم قياسي، بعدها بدأت ترتفع تنخفض ترتفع تنخفض مبالغ صغيرة. فانت على باي لحظة انه راح تخسر كل شيء من اموالك. اوكي اما الشخص اللي يقول انا اشتريها واضمها فانت حر باموالك يا صديقي. اوكي احنا لو نشوف حاليا العملة ايش قد الحد الاقصى لها، مثل ما تشوفون 21 مليون بيتكوين كاش. اوكي هذا الحد الاقصى لها. المستخدمة حاليا 16 مليون بيتكوين كاش مستخدمة بالمحافظ الخاصة بالاشخاص. اوكي سعر العملة سعرها الاجمالي هذا مثل ما تشوفوه 368 مليون دولار، اي ما يعادل 108.225 بيتكوين، فيعني رقم خيالي. اوكي لو ننزل اوكي ماكو مثل ما تشوفون العملة ما مطروحة باي فوركس، طبعا فوركسات الرسمية كمنصة اكس ام ومنصة اي كيو اوبشن ومنصة العديد من المنصات، لكن انه لا تحسب انه بولونكس والمنصة الاخرى هاي ليست منصات كمنصات الفوركس الرسمية والمرخصة دوليا واللي موجودة بارض الواقع، مثل شركة اكس ام الراعي الرسمي للبطل اللي ما اعرف اسمه صراحة ما متابع، لكن بطل العاب رياضية على العالم. اوكي فهي الراعي الرسمي له، طبعا الها مكانها بارض الواقع والها عقودها وكل شيء من هذا القبيل وتراخيص دولية، والشركة هذه شركة اكس ام حصلت على جوائز عالمية عديدة. اوكي فبقيه المنصات هاي ما اعتبرها اصلا منصات تداول، وانما منصات لعب حظ انه تجلب الاسعار من مواقع اصلا هي مواقع